بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام، متابعي الحدوته في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. زي ما حضراتكم شايفين يتوافد نجوم الفن الان على عزاء الخاص بالفنانه على العزاء الخاص بالفنانه المنتجه ناهد فريد شوقي. زي ما حضراتكم شايفين تفاصيل كثيره جدا ننقلها لحضراتكم من داخل مسجد الشرطه بالشيخ زايد ومعها، حيث يقام ويبدا العزاء بعد صلاه المغرب. هيا خلينا نقول لحضراتكم، وقبل لحظات من الان زي ما حضراتكم شايفين وصلت النجمه يعني رانيا فريد شوقي وناهد السباعي ولفيف من نجوم الفن قد حضروا للتعزيه ولتقديم التعازي في الفنانه المنتجه الكبيره ناهد فريد شوقي. نتابع مع حضراتكم تفاصيل هامه جدا عن وصول النجوم الفنانه. زي ما حضراتكم شايفين هي الفنانة مادلين طبر قد حضرت دلوقتي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء. نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل وهذه ونرصدها أيضا في هذا البث المباشر. مادلين طبر يا جماعة أمامكم أهي وداخلة العزاء عشان تعزي الفنانة ناهد السباعي ورانيا فريد شوقي في وفاة الفنانة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي. نتابع. طبعا كان حضر منذ عدة لحظات من الآن، حضر عدد كبير جدا من نجوم الفن و حضر أولى هنا حيث مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في المنتجة السينمائية الكبيرة المشهورة ناهد فريد شوقي. كانت المنتجة طبعا ناهد فريد شوقي قد أصيبت بوعكة صحية، دخلت على أسرها المستشفى، و يعني احنا طبعا بنتابع مع حضراتكم وصول النجوم واللحظات الاولى لوصول النجوم. الفنانه ناهد السباعي ابنه الفنانه ناهد فريد شوقي نعت بكلمات مؤثره عن نعت رحيل الفنانه ناهد فريد شوقي، وقالت يعني نشرت لها صوره على موقع انستجرام وعلقت قالت: وداعا للفريده، وداعا للهانم، كنت خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي قوي يا ماما، مفيش حاجة ليها معنى من غيرك، انتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي. للأسف يعني حزن شديد أصابها الفنانة ناهد السباعي. قالت كمان: اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون. بلغت الناس بمعاد العزاء وقالت: سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب اللي قدام حضراتكم دي في مسجد الشرطة النهاردة الخميس الساعة 5 الموافق 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب. قالت كمان: البقاء والدوام لله. نتابع مع حضراتكم اللحظات الأولى لوصول الفنانين إلى هنا حيث العزاء. نتابع. ادعو لها بالرحمة والمغفرة، ادعو لها بالرحمة والمغفرة، ادعو لها. طبعا ونحن مع حضراتكم إذ نتابع هذه التفاصيل ونرصدها، إذ يعني نتقدم بخالص الحزن والأسى لأسرة الفنانة ناهد فريد شوقي التي يعني رحلت عن عالمنا يوم الثلاث الماضي، وكان كل ما ترجوه من هذه الدنيا هو الدعاء لها. ناهد السباعي حزينة جدا يا جماعة، الفنانة ناهد السباعي حزينة جدا على والدتها، حزينة جدا على أنها تركتها وحيدة. دلوقتي أمام حضراتكم اللحظات الأولى لوصول النجوم هنا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وبالتحديد في قاعة الوهاب. نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل أيضا نرصدها في هذا البث المباشر، وأيضا نتابع معكم اللحظات الأولى لوصول نجوم الفن والطرب والغناء لتقديم واجب العزاء. نتابع. Thank you.
البقاء والدوام لله. إن لله وإن إليه. الفنانة داليا البحيري أمام حضراتكم. الفنانة داليا البحيري هي بقاء والدوام لله. الفنانة داليا البحيري قد يعني أتت إلى هنا متابعينا الكرام مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء.